هذه قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنستمر إن شاء الله لتقديم الجديد. الوداد الرياضي لكرة اليد يحقق لقب البطولة للقسم الأول المغربي. حقق نادي الوداد الرياضي لكرة اليد بعد إكمال عقد منافسات المباريات النهائية للقسم الوطني الأول التي أقيمت بمدينة مراكش ما بين 11 و 13 غشت الجاري لقب البطولة الوطنية لكرة اليد القسم الأول، وختم النادي المنافسات بتصدره للنهائيات التي عرفت مشاركة فرق مجد سوق السبت، نادي الرياضي الراشدية وجوهرة صحراء قلميم، وذلك بمجموع 9 نقاط حصدها نتيجة 3 انتصارات. وبعد تحقيقه لهذا اللقب يكون الوداد الأمة فرع كرة اليد قد ضمن العودة للقسم الممتاز، وسيرافقه النادي الرياضي الراشدية الذي حل ثانيا بمجموع 70 نقاط. مسار ختم بصعود ينسجم مع مرجعية نادي الوداد الرياضي المتعددة الفروع منذ تأسيسه وبداية مساره الحافل بالألقاب، مسار لن يتوقف اليوم بل سوف يستمر نحو البحث عن التألق وفاء لمن سطروا أولى حروف انطلاقة قلعة المقاومة الرياضية. فمبروك للوداد الرياضي فرع كرة اليد بهذا الإنجاز الجديد. نهاية الفيديو، شكرا على المشاهدة. في الأخير لا تنسى الانضمام لقناتنا الجديدة للأخبار المغربية دعما منك لي. شكرا جزيلا وإلى اللقاء في فيديو آخر.